السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا معاكم عبد الله السالم، طالب بكالوريوس في الكلية التقنية بالأحساء في تخصص الأمن السبراني. حياكم الله أعزائي المتابعين. اليوم راح نتحدث عن خوارزمية MD5. هل أنتم مستعدين؟ يلا نبدأ. ما هي خوارزمية MD5؟ هي دالة اختزال، يعني هاشينج بالإنجليزي، وهي تعتبر من أكثر دوال الاختزال انتشارا في علم التشفير وأمن المعلومات، نظرا لسهولة تنفيذها وصعوبة اختراقها. حلو. النسخة السابقة منها كانت شنو؟ MD4 وMD2. حلو. طبعا هذه النسخ تم تصميم أول نسخة منها عام 1989 عن طريق الدكتور رونالد ريسفيت، زين، أستاذ الحاسب في معهد MIT، وتم تطويرها إلى النسخة الحالية اللي هي MD5 عن طريق مصممها نفسه عام 1991. كيف تعمل MD5؟ في البداية تأخذ النص الاي دي، من ثم ندخل على الخوارزمية. الخوارزمية تقوم بتقطيع البيانات إلى حجم حجمها 512 بتا. حلو. من ثم تقسم هذه ال 512 بتا إلى 16 كلمة. من بعد ذلك تمثل كل كلمة من ذي الكلمات 32 بتا. الخوارزمية بعدين تخرج لنا نص مشفر حجمه 128 بتا، طول النص هذه راح يكون ثابت فيكسد 32 حرف. ما هي الفكرة المبسطة وراء MD5؟ الفكرة المبسطة وراء MD5 إن هي خوارزمية تأخذ بيانات عشوائية، أي بيانات أنت تعطيها، سواء كانت بيانات نصية أو ثنائية كإدخال، من ثم طبعا أيا كان حجمها أو أيا كان طولها هذه البيانات، زين، من ثم تولد لنا هذه الخوارزمية قيمة هاش. هذه القيمة من خصائصها إن هي ذات حجم وطول ثابتين. الحجم مثل ما قلنا في الفقرة السابقة إن هي 128 الحجم، والطول 32 بت. في المثال هذه الموجود نلاحظ إن الخوارزمية تأخذ بيانات عشوائية نصية كانت أو ثنائية سواء بسواء، بس هنا أنا حاط لكم مثالين يعني يختلفون في الحجم عشان نفرق بين الهاشينج وال اسمه والتشفير. واضح اللي نلاحظه في الصورة الموجودة هني، زين، مهما كان حجم النص المدخل تقطع الخوارزمية البيانات وتحجمها إلى هاش حجمه ثابت وطوله 32 حرف. أين نستخدم MD5؟ نعم، تستخدم هي في الإنترنت لمنع تلف الملفات لأي من الأسباب التالية، اللي هو الأول فقدان البيانات أثناء عملية التنزيل بسبب عدم استقرار أو الاستقرار في اتصال الخادم بالإنترنت. هذه الاستخدام الأول. الاستخدام الثاني لعدم العبث بالملف بسبب الإصابة بالفيروس، زين، جاله فيروس معين أو شيء من القبيل، فإحنا نعرف من خلال اللي هو مقارنة الهاشين، الهاش الموجود في السيرفر والهاش الموجود على جهاز الكمبيوتر، وهل هما متطابقين؟ في هذه الحالة ينزل الملف. في حالة أنه ما تطابقوا اثنينهم يقول لك المتصفح أن في فيروس أو شيء من القبيل في جهازك بسبب هجمات قراصنة الإنترنت. وهني اللي هو شو اسمه ايضا هذا شيء مهم جدا، حيث ان القرصان الانترنت هذا او الهاكر ما يمديه انه هو يتعبث بالهاش. يلا. ما الفرق بين التشفير العادي القديم والهاش؟ التشفير القديم كان يعتمد
في حقيقة الأمر على المفتاح، فلا بد أن يكون في كلمة مفتاحية عشان أن أنا أشفر وعشان أفك التشفير، كما في اللي هو الشرح السابق لي، فممكن ترجعون لو تشوفون شلون شفرنا في التشفير السابق. أما في الهاش لا يوجد مفتاح في حقيقة الأمر، إنما يؤخذ الناص العادي هذا وتجرى عليه عمليات رياضية إلى أن يكون اللي هو شنو على حسب الحجم والبايتات اللي أنا أحتاجها، وأيضا بالطول اللي أنا أحتاجه، فبهالشكل يسمونه هاش. زين، طيب ليش صار زي كذي؟ الأمر الأول عشان إنه يكون أكثر سرية، وأيضا يكون أكثر سرعة، ما يحتاج إن أنا أروح أسترجع المفتاح وبعدين أفتح التشفيرة، إنما يكون النص مشفر في حقيقة الأمر على طول. هو ما يشفر الرسائل، إنما يشفر النصوص البسيطة مثل كلمات المرور إلى آخره. أيضا يقارن بين اللي هو شنو؟ تتم المقارنة ليس بعد فك التشفير، يعني في حقيقة الأمر إذا أنا جيت وسجلت الدخول على موقع مثلا معين، زين، ودخلت كلمة المرور ودخلت اسم المستخدم، فأنا في هذه الحالة دخلت هاش، زين، فهذا الهاش اللي أنا قاعد أدخله راح يقارن بين اللي هو الموجود في قاعدة البيانات ولا أنا دخلته. إذا كانوا متساويين، زين، راح يدخلي في اللي هو لوحة التحكم مثلا لهذا الموقع، وفي حالة انهم ليسوا متساويين راح يطلعي ويقول لي ان كلمة المرور خاطئة، فبهالشكل تشتغل الهاش. يعطيكم العافية، شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسون الاشتراك مع تفعيل الجرس والاعجاب بهذا الفيديو. يعطيكم العافية.